واو ايش قاعد تسوي يا زين؟ انا قاعد برتجف من الخوف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا شباب. هلا والله بالاسطوره الزين. ايش قاعد تسوي معي؟ والله هلا والله. شو شديد اليوم بدك تعطيني تحدي؟ اسمع ايه بالضبط اليوم ان شاء الله راح يكون عندك تحدي وان شاء الله تكون قده. انا بصراحه تايق قدراتك والله العظيم. يا سلام يا سلام. اسمع انا اعشق اشي اسمه تحديات من اليوتيوبر. هل تعلم وتعرف انه تحدي اليوم ايضا راح يكون فيه جوائز لك؟ خلاص ايش في جوائز؟ ايش في جوائز؟ قررت اني اسوي لك تحدي طلبوه مني المتابعين ايضا، هو اني اعطيك تحدي على كل بتحصل على جواهر. ايش رايك؟ كل وتعطيني جواب يعني كل كل داخل راح نلعب مثلا جيم رانكد وكل كل انا بجيبه مثلا تعطيني مقابله جواهر. حلو. ايوه بالضبط هيك. بس الصراحه ما اعرف ليش لازم يكون يعني لو في شيء اسمه جوائز لازم يكون في شيء اسمه عقابات، ولا خليها بعدين. هذه لا انا جاهز عادي، تحدي بعقاب انا جاهز باي شيء بدك اياه. خلاص هذه بعدين ان شاء الله، حاليا راح تكون عندك بس مكافآت. يعني التحدي راح تحصل يعني بس على الجوائز. خلاص يعني خاسر او مش خاسر في مكافأة. اوكي سو اليوم راح ندخل تحدي انا وانت، بس التحدي راح يكون ديو سكواد. اوكي انا ما راح العب معاك، انا ممكن اكون مشاهد ممكن اكون بس لاعب متنمر. تمام يعني انت اللي بالتحدي لوحدك، وعلى كل كل بتحصل عليه بشحلك جواهر. مثلا اتفقنا على 100 جوهرة 10 كلات لك الألف، عندك 30 كل بتاخد لك 3000 جوهرة. واو اوكي تمام. ولحظة خلينا من الآن نتفق على شيء ثاني اللي هو إعادة الإحياء. لو أنت مت وأنا كنت حي بسوي لك إعادة إحياء ولا لا؟ إعادة الإحياء هذه مخصوم عليها جواهر ولا لا؟ أنت ورأيك ورأي المتابعين أيضا إن شاء الله. خلص كل مرة أنت بتعمل لي فيها إحياء، عشان نكون واقعيين شوي، كل مرة أنت بتعمل لي فيها إحياء تمام بنخصم مني 2 كل. تمام كل واحد. خلاص كل واحد تمام نخصم الكل الواحد ان شاء الله. سو جاهز؟ بس قبل ما ادخل انت حاليا اكيد بتصور مقطع صح؟ طبعا لذلك لازم هذا المقطع يا اساطير، بما اني اليوم داخل قناة شديدة جيمر على الاقل يوصل لل 20,000 لايك لازم. اوه والله حلوة هذه، بس لازم ب 24 ساعة، لازم خلال يوم واحد يا اساطير يوصل المقطع اقل اشي لل 20,000 لايك. انا عارف انكم قدها وبتسووا ابوها واكثر من 20,000 يا هذا والله، وجميع الاشخاص اللي بيجوا من عندك ويحطوا لي تعليقات ان شاء الله بنرد عليهم، ولو كان تفاعل الاسطوري ايضا بنسوي لهم مسابقات. سو حاليا جاهز اننا ندخل يا غالي؟ انا جاهز ليتس جو يا طيب. انا وين انزل؟ فانت ورايك يعني انت القدر تنزل اي مكان بدك اياه. خلاص معناته انا بدي احاول اني انزل على البيك، لانه البيك فيها اكبر عدد كلات ممكن اني اجمعه حاليا. تمام الصراحه هذه حلوه بس انت عارف انه ممكن ينزل معك سكواد او سكوادين. 14 سكواد نازل معي. خلاص لا سكوادين في شخصين والله بس. حلو زين اسطوره لن ينفشخ. سوف تشوف يا شديدي جيمر، خلينا نشوف. سوف تندم من هذا التحدي. الله هاي الاول نوك. الله الكل الثاني. يا هلا والله فتنت اياها. يا سلام الكل اصفر احمر عادي اي كل صح؟ عادي ما في مشكل. حاليا صار عندك 200 جوهرة. وين؟ لا تقتل ناس انت ما لا انا ما راح اسرقش الكل بس هيك رايح معاك وبس. خليك الساعة تستمتع انت بس تيجي وانت بتمنتج بالمقطع راح تستمتع تشوف زين قديش كل قديش جايب من كل. شوف اللقطات الحلوة. في ناس معي زين. وين؟ اذا تبغى جواهر تعال. انا جاي في واحد هرب كمان. شباب بقتله ولا خليه للزين؟ لا راح اموت. يلا جيت قتلته. انا وقته عشان قلت راح اموت. خليهم يساعدوه لا 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 واحد ثاني. لا الكلات بتنسرق. لا انا جيت وين راح والله. طب التفنيش عليه كلات؟ ما راح تاخذ عليهم طبعا ما راح ينحسب. واو وان شوت من السياره.
والله زين محترف يا شباب. خلاص اليوم بيجيب لنا 50 كل ان شاء الله. لازم نجمع اكبر عدد من الكلات، لحد الان 4 كلات، لازم على الاقليه نطلع بهذا الجيم 20 30. الله 20 يعني 2000 3000 جوهرة. اوه لا لسه هيك كمان يعني رقم قليل، لازم 40 50. لا صعبة. خلص بحاول اني اقلل، كلات. خلاص اخصم منه. معك توكن؟ معك توكن؟ اعطيني التوكن اللي معك. كم معك توكن؟ 1100. اوه ماي جاد. اعطيني افرجيك هالشغلة. اعطيني بس اتفرج. شوف شو راح اعمل. شوف اوكي وش راح اعمل. لا وين اللي بتكشف مكان الناس؟ بدي اكشف مكانهم. والله بدي اكشف اماكن الناس. موجودة مش موجودة؟ تعرف لو موجودة عن جد هذا الجيم اطلع اقل شيء 20 كيلو، بس مش موجودة. والله حلوة. شكرا يا قرينا. شكرا والله. شكرا يا قرينا. لا 31 واحد بس اللي ضايلين بالجيم. مش راح الحق انا هيك، مش راح اقدر. لازمك سيارة وتروح تدور. لازمني سيارة بس ما فيش سيارات بالبيك. في سيارة بس بعيدة شوي. خلينا نشوف. يا اخي ولا واحد. وين راحوا 30 شخص هذول؟ مش عارف. ان شاء الله يساعدوا بعض. في هون اتوقع بالكلوب. يعني شايف الشخص منزل ثلجة وشي. التفاعلات هنا. ايه هون ثلجة. هون فايتات. عندي ناس برضو. عندي ناس. وانا عندي واحد. خليني بس اقرب هذا شوي. ناس هذي مش بوتات. سكوادين. كمان هاي جايين. بس رق الكلات اللي منوتين. لا. تعال بسرعة. يلا جاي. او خمسة اشخاص. جايب اسرع وقت انا. هيتني الطاقة القصوى. استنى خلينا نحط. يو والله 5 و6 اشخاص. هم مثل فايت. كل هذول ناس. ايه. هيني جاي وهي بعمل مستنشق تبع السرعة كمان. بسرعة. وين السيارة؟ أنا جايب السيارة نازل عليكم. يلا بسرعة. الله أكبر. وينهم؟ زاد قتلوهم. جات سكواد أخرى. تعال. وين؟ والله 4 أشخاص. شوف 4 أشخاص قاعدين يعبوا دمهم. انزل. المهارة قيد التهديد. 4 مرة واحدة. 4 كثير. هي شايفهم هذوك ورا البيت. ايوه هنا عندي. ايه بالارض تحتك. اعطيهم هدات. هم الهول هون. يلا يا سيد. خلينا نشوف حاليا كم في. اعطيت واحد هيد. هاي الاول نوك. بفنش لك. تمام فنشت لك. يلا يلا يا زين. يلا بساعدك. والله كان متعب. السلام عليكم. لو بدك افشخه. تحتاج مساعدة خبرني. انا بدي اعبي دمي. بس تعبي دمي لانه معيش ثلج كثير. معي ثلج بس. لا انا مش عارف العب. جاتك سكواد اخرى. انا متت. يلا يا زين. لا هذا وقع نوك. عشان اسوي لك مساعدة. خليني بعيد. يلا والله مصيبة. كان بدي اشاهدك ايش قاعد تسوي يا زين. انا قاعد برتجف من الخوف. في فايتات. يا جمعت 7 كيلات بهاي السرعة. انا لو تشوف شو قاعد اعمل. شوف قاعد اهرب منهم. كلهم هجموا علي. واخيرا فليت. بدي اعبي دمي. بس المشكلة معاي الشوت جن 6 طلقات تبع الرومات. يعني مش الشوت جن تبع لعب الرانكد. وبطيء كثير باللعب. لازم اخذ لي ام بي 40 او سلاح قريب ثاني. انا يا رب بس ما يشوفوني. بدي بس انا عشان لو مت مش بروح اشتري لك حياه جديده. هون 2 اشخاص جنبي. فتحت بالساحه. اي الله عليك يا زين. لازم ننزل من المنطقة اللي أنا فيها. واحد جاك. هو لساته مش ملوت ولا شيء. لسه نازل بالباراشوت. وينه بالباراشوت؟ هي نزل بالباراشوت. حصروني. هو تحت. شفته. عمر 2. يلا وقعت. وقعني. المشكلة بقدرش ارمي ثلجة بالمنطقة اللي انا فيها.
لازم تساعدني. خلاص ما في مشكله. اوكي رحت فيها. حاليك بكل عندك. شفت الاسلحه عندي غبيه الاسلحه والله. اسلحتي المشكله اسلحتي مش قويه. لو اسلحتي قويه بنزل بينهم كلياتهم. ثمان كيلو. لا 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 زين زين سكر سكر بدي اروح اساعدك. لا صرنا القه. وحش. ايوه بتقدر 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 تستطيع. يا رب يا رب يا رب. جاك 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 سكر ثلج. ايوه بس عبي دم. ايوه عبي 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 دم. اوه اوب اوب اجاك. لا ايش حظك يا زين؟ انا ايش مسوي اليوم؟ بتوقع هيك التحدي كان قصير يعني مستحيل زين اللي هو زين يطلع بس بثمان كيلات صح يا زين؟ شوف الصراحة أنا خليني أضبط أسلحتي الأسلحة الصحيحة عرفت؟ تمام وبنزل بين اللاعبين عن جد عن جد. أنا ببدع يعني بنزل بجيب لك كيلات يعني كل جيم أنا بطلع بعشرين ثلاثين كيل عرفت؟ بس هذا المرة هذا المرة يعني راح أصعب شوي التحدي. ما راح أكون أنا موجود يعني بس أنزل راح أقتل حالي وأكون مشاهد عندك. حلو لمرة واحدة يعني. مرة واحدة يعني مت خلاص راحت عليك ما في مساعدة. اوكي اتفقنا مش مشكله. ونفس الشيء عشان انا بوت لما راح اروح اساعدك يا راح يجلدوني بجلد جديد. اللهم اني اشيل هذا المصيبه اللي على ظهري. اوكي سو ليتس جو. اوكي جاهز؟ جاهز انا يلا خلاص انا بس راح اروح خلاص انزل. يعني انت راح تنزل بقتل نفسي. حلو راح تتفرج علي. ايوه تمام. انا وين انزل على البيك؟ اوه حبيبي البيك المشكله مليانه مليانه ناس مليانه مفجره. عادي انت تستطيع ان شاء الله. لا مش راح استطيع مليانه ناس البيك. يلا انت تستطيع. والله ثلاث سكوادات اربع سكوادات في كمان سكواد ورا. اوه والله اربع سكوادات خمس سكوادات لساته في اثنين نازلين من السماء. يلا تعال واحد يغسلني بدي يغسلني انت. يلا 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 انا هون انا هون انا هون انا هون. لسه كمان نازلين من السما لسه جديد. يلا فنش جو جو جو. خلاص انا تفنشت. يلا يا زين بشغل مونتاج شغل له اغنيه حماسيه بدي اشوف زين ايش قاعد راح يسوي. يلا ليش اللعبه ما بتعطيني ثلج يا اخي؟ يا شحدك يا زين. ايه شباب زيد له محاولة ثالثة ولا ايش؟ ايش اسوي؟ نخليها الثالثة ثابتة؟ ايش اسوي؟ خلاص اخر محاولة صعبها. يلا اخر محاولة بس حاليا راح اقسم لك الليل اللي هم تبع الجيم هذا. بس المشكلة معيش ثلج. والله ما معي ثلج اكبس على الثلج معيش. خلاص هذول خصومهم الكلان مش محسوبات. خلاص اوكي خليني انزل على منطقة ستريب لسه امن منطقة لحد الان. مش راح انزل على البيك انا بتراجع. ليش ليش تتراجع؟ لا انا بتراجع حاليا انا بتراجع. شوف كم واحد على الستريب. اوه الكل داخل هون. لا 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 كل الخريطة يا اخوان مالكو. عندي تحدي والله عندي تحدي والله. لا وين راحوا هادو؟ راحوا على البرج هادو مسويين فعالية الانتحار. فعالية والله عن جد يا اخي عاملين يا اخي بيعملوش فعاليات الا لما انا انزل عندي تحدي ولا ايش؟ اوه سبحان الله راح للقريطة واحد بالقريطة. يا حبيبي يلا. ما فيش اسلحة. اي اقتلني سكوات سكوات سكوات. نايس خلاص بوش هذا الاول. يلا نايس يا زين فني فني فني. ما بتفنش ايش تخبى. راح يساعدني اياه. جو اوه سكار. يلا يا زين يلا يا زين والله انك تستطيع. نايس جو اسطورة بالزين. الثالث 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 بالقريطة بالقريطة بالقريطة. شفته شفته شفته. يلا بالقريطة وين فوق؟ فوق فوق. يلا اعطيني شوية. اطلع 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 اعطيني راسك بالله. ايوه ايوه اعطيني راسك لو سمحت. انا باخذ راسك. طب ياخذ هو راسك. معش ثلج معش ثلج معش ثلج. يا ولد معش ثلج ايش رايح؟ يلا يا زين يلا يا زين. اوكي يا زين. اوكي والله اوكي صح. اوكي سكار اكمل بالسكار. ثلاث كلات وكلهم هيد شوت. نايس يا اسطوره. ما في اسلحه ما في اسلحه بدي اسلحه ما في. اوكي خلاص بحاول بحاول هذا الجيم اني اضبط بدي افجر الدنيا فيها شديد. تمام والله كاسر خايف حاليا. تخيل بداية جايب ثلاث كلات. شوف اللعبة مش راضية تعطيني أسلحة يعني. شوف الحظ اللي أنا نازل فيه.
مش لاقي اسلحه. شوف اسلحه قريب مش هذا اللي على ظهرك ام 16 هذه ولا ايش؟ 16 ما فيش ما في. اشوف فيها اسلحه قريب. ما في اسلحه قريب ولا في اي شيء ممكن استفيد منه الا الا الدرع بس. وصلنا على منطقه البيك. وصلنا على البيك. وين الناس اللي كلهم راحوا؟ انت 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 رايح للبيك لما خلاص صارت مقفله؟ ما هو شو اسوي؟ نزلت تحت يعني قلت خليني الاقي اسلحه وما لقيت اسلحه. بدك البيك لازم تنزل بسرعه بالبيك بس هيك من الطائره. شخ 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 شخ. يلا يلا يا زين امامك جنب الحجر. اوه اوه يلا اسطوره. وين باقي سكواد هذا؟ يجوك 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 يجوك. نايس نايس يا اسطوره. أين باقي سكوادك يا أخوي؟ كشفوا مكاني. كشفوا مكاني. كيف كشفوا؟ كشفوا مكاني. بين لي إنه كشفين مكاني. في سكواد كشف مكاني. بس وين السكواد؟ هسه نشوف. هسه هسه. يلا يا زين. شوف هسه راح أنزل بمواجهة راح تكون عن جد قوية. تمام؟ وأنا تايق فيك إنك تأخذهم صور سكواد صح؟ إن شاء الله إن شاء الله. يلا اجتني سيارة اجتني سيارة اجتني سيارة. واحد يلا نايس زين الاسطورة يا زين. خلاص حال فجر حاله فنش. يا ولو. ما والله الشخص اللي تدوروا لي عليه فش حله هو سرق منك الكل. يلا زين. لا 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 كيف يا اخي كيف انا جوا الثلج يا اخي؟ هذا انا وقعته. هذا اللي وقعته فجر حاله ولا ايش؟ يا اخي هذا مش قتلته انا؟ كيف ساعد حاله؟ اوكي زين حاليا كم كل جمعت يا غالي؟ كان عندك ثلاث مواجهات صحيح؟ صحيح. الثانيه خصمنا منها الاثنين كلات عشان سويتنا فرصه ثالثه صح؟ بالضبط بالضبط. سو الجيم الاول كانوا عندك سبعه كلات صح ولا ايش؟ بالجيم الاول كان عندي 8 كلات، الجيم الثاني كلات 2 ولكن خصمناهم لانه اعطيتني اخر محاوله وباخر محاوله جبت 5 كلات. نايس. وهذا ايوه بالضبط 8 كلات وهذا 2 خصمناهم وهذا 5 يا شباب زي ما انتم ملاحظين. سو حاليا عندك 8 زائد 5 13 كل. تمام؟ حلو. يلا مش حلك اياهم اي دي ولا بتعطيني حسابك؟ لا ما اعطيكش حسابي. تمام اوكي حاليا راح ننتقل مباشره ان شاء الله لموقع الشحن. اوكي جاهز حاليا يا زين؟ جاهز طبعا دائما جاهز. والله هسه بروح انسخ الاكواد ونروح لموقع حماسي الشحن زي ما انتم ملاحظين هون. زين نحط الرقم. يا هلا والله حاليا كم وصلوك؟ اوب 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 531 جوهرة حاليا. تمام راح نضغط مرة اخرى اعادة تشغيل عملية الدفع ونحط كود ثاني ونحط تأكيد. يا هلا والله نايس. اوب 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 1161 جوهرة. تمام هو حاليا انا كم المفروض لازم اش حلك؟ 8 و5 قديش؟ يعني 1300 1300. سو حاليا بدي لك 500 اخرى ولا بتاخذهم من مكافآت الشحن التراكمي؟ شوفي راح يكملوا لك ال 1300 ما كملوها كمل 1500. طيب في عندنا مثل ما انتم شايفين شحن تراكمي هي 50 جوهرة وفي عندنا ايضا 150 جوهرة. اوكي لحد الان عندنا يا اساطير 1260 جوهرة. ضلوا 40 خلاص يعني تقريبا 1300 جوهرة. سو هيك حلوة خلاص؟ حلوات. تمام وان شاء الله شرفت اني موجود معك بالقناه. بعث لي على السكواد. بعث لي وين انت؟ تعال يلا بسرعه بجيك ولا انضمام دعوه ما في انت مشكله. بعث لي من عندك. وهيك التحدي اليوم مع الاسطوره زين. خلاص يا زين اوكي تم التحدي بصراحه. الصراحه التحدي كثير حلو بس انا يعني حظي بيض عرفت عن جد حظي بيض. يعني شوف اكون معك صريح يعني بطلع انا تقريبا كل جيم 20 25 كل هذا اقل شيء عرفت. الحمد لله يعني انا واثق بلعبي عرفت. أيوة. بس مش عارف المره يعني انترنت زباله اسلحه زباله الخريطه زباله الناس بتحطي زباله. والله عادي يا غالي حظك هيك ما في مشكله. وان شاء الله اذا في عندك تحديات اسطوريه يا زين وتكون قويه وبدك تعطيني اياها نطلب من المتابعين يكتبوا لك بعض التحديات وانت اختارهم و
يعني واعطيني التحدي اسويها انا ان شاء الله. فعشان نكون هيك تحديين مع بعض راح يكون في تحدي بيني وبينك انت ان شاء الله قاتل. بس راح يكون لازم يكون في شيء صعب صح؟ اكيد طبعا لازم يكون في تحديات اقوى من هيك بكثير بمراحل ان شاء الله. تحلق شعرك يا زين؟ لا بحلق شعري لما اطلع اسكن خلاص ان شاء الله. سلامون يا اصدقاء راح يكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وبدون ما نطول عليكم نلتقي في المقاطع القادمة ان شاء الله. مع السلامة.